بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية برضو مش هننسى أبدا إخواتنا وحبايبنا وأهلنا وحتى مننا في فلسطين، في غزة، في سوريا، في لبنان، في السودان، في أي بلد من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم احفظ نسائهم وشيوخهم وأطفالهم وشبابهم، اللهم احفظ أرضهم، اللهم قوي إيمانهم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر كل بلاد المسلمين، اللهم انصر كل بلاد المسلمين، اللهم انصر كل بلاد المسلمين، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا بحكمتك يا رب وعظمتك يا رب وبقدرتك يا رب. ده كان الدعاء بتاعنا. يا رب ما تزهقوش مني ومن الدعاء، ويا ريت اللي يقدر على اكتر من الدعاء ما يتاخرش وربنا يتقبل. وبرضه ما ننساش سلاح المقاطعه، ده مهم جدا. طيب ندخل في الفيديو بتاعنا. انا يمكن بزود شويه في النصايح للفتيات او للبنات المتزوجات حديثا او اللي لسه مقبلات على الزواج. انتوا طلبتوا مني ده وانا بحب ده، لاني شايفة بصراحة نسبة الطلاق كبيرة جدا، وشايفة ان هما يعني البنات مهتمة بحاجات ملهاش اي لازمة، ومش مهتمة بحياتها المستقبلية ازاي تخليها ناجحة. فعشان كده من تجاربي هقول لكم على شوية نصايح كده يا رب تستفيدوا بيها. اول حاجة، دلوقتي طالع طبعا طاسات واواني جرانيت وسيراميك وحاجات كده، ما تستخدميش الطاسات دي كتير في الحرارة العالية، لان هي بتتحرق بسرعة واصلا عمرها قصير. انا الحقيقة بفضل ان احنا ما نجيبهاش ونجيب الستانلس او الالومنيوم. اللي قادر يجيب ستانلس كويس ياريت، اللي مش قادر الالومنيوم بيقضي وجميل جدا، وانا اتجوزت بيه ولسه عندي لغايه دلوقتي، وقابل للتحمل لكل حراره ولكل دعك ولكل اي حاجه. فياريت بدل ما نجيب طقمين، واحد جرانيت واحد سيراميك، نجيب طقم واحد بس يكون كويس. لكن لو عندك ما تستخدمهوش في الحراره العاليه، الحراره العاليه بتخليه بيتحرق بسرعه. تمام. تاني نصيحة، عجينة البيتزا لو عايزها مفيدة وعايزها تغذي أولادك كويس، عندك أطفال صغيرين وعايزة تفتحي نفسهم كده، حط لها زيت زيتون وحط لها كمان شوية لبن، هيزودها في القيمة الغذائية. تالت نصيحة، طواجن المكرونة الصلصة بتاعتها ما بتبقاش زي المكرونة العادية، بتبقى خفيفة شويتين عشان هتزداد تسبيك في الفرن، وبعد كده نغطيها بورق زبدة وورق ألمونيوم أو ورق فويل. عموما أي حاجة تتغطى بورق فويل لازم يكون تحت ورق زبدة، عشان ورق الفويل بيتفاعل مع الأكل وبيدي نتائج خطيرة بصراحة. تمام. طيب رابع حاجة أو رابع نصيحة، لو عايزة تخزيني شوية مفروم وتستفيدي بيهم في خلال الشهر أو خلال الأسبوع، ودي الحقيقة من الحاجات اللي بتوفر معانا جامد، أي كمية عندك بططيها كده في كيس من أكياس التلاجة، وبظهر السكينة قسميها لمربعات. ده هيسهل عليكي وضعها في الفريزر أو في الديب فريزر، مش هتاخد مكان من ناحية. ومن ناحية تانية لو عايزة مربع أو اتنين، هيبقى سهل جدا تكسري مربع أو اتنين وهي مجمدة كده. تمام. المفروم من الحاجات اللي بتوفر جدا جدا. وان شاء الله انا الفيديو الجاي حسب طلبكم هعمل لكم ميزانية موفرة باذن الله، وبرضو قائمة مهام. تمام. طيب نفس الموضوع برضو، لو خزنتي او فرستي توم برضو بتفرديه في كيس من اكياس التلاجة وبتتني حرف الكيس كده وبتقسميه مربعات، يبقى سهل جدا عليكي ان انت تكسري مربع منه. رابع او خامس نصيحة، لازم يكون في نوتة او كراسة في المطبخ وقلم، لازم
كواحدة جديدة بقى على الحياة أو واحدة لسه مقبلة على الزواج، لازم يكون في المطبخ نوتة أو كراسة وقلم، حطيها بقى في أي مكان يعجبك، المهم إنها تكون قريبة من إيدك. الكمون خلص اكتبيه، الطماطم خلصت اكتبيها، أي حاجة عندك خلصت اكتبيها، دي هتكون قائمة المشتريات بتاعتك، بدل ما ترجعي وانت نازلة السوق تفكري هو انا عندي ايه، هو انا مش عندي ايه، هو انا محتاجة ايه. لا كده هتفرغي دماغك خالص، وكمان هتشتري الحاجات اللي انت فعلا محتاجاها، مش هتنزلي السوق وتشتري حاجات انت مش محتاجاها وترجعي تاني الحاجات اللي محتاجاها ما تلاقيهاش عندك. برضو كراسة او نوتة وقلم يكونوا في غرفة المعيشة، برضو احتاجتي حاجة تفتكريها، ميعاد معين، عايزة تقولي حاجة لزوجك، عايزة تعملي حاجة، عايزة تكتبي شوية حاجات كده هتعمليهم بكرة تفكري نفسك بيهم، لازم يكون فيه برضو كراسة وقلم في مكان ظاهر كده في غرفة المعيشة عشان برضو تكتبي الحاجات دي. تمام. طيب رقم 6 برضو النصيحة اللي بكررها دايما والله من خوفي عليكم، لازم يكون في كرسي في المطبخ او جنب المطبخ، اقفي شوية واقعدي شوية، لو في حاجات كتير وانت قادرة حتى تقفي برضو اقعدي شوية، بعد ما وقفتي فترة اقعدي شوية، يعني مثلا كل نص ساعة 5 دقايق قاعدة، اي حاجة ممكن تتعمل وانت قاعدة اعمليها وانت قاعدة، ما تستقويش على نفسك، انت ما شاء الله شباب وصحتك كويسة وكل حاجة، بس ادخري في صحتك عشان ما يجيلكيش خشونة في الركب، عشان صحتك ما تتعبش، عشان حاجات كتيرة احنا مرينا بيها وياريت كان حد قالنا عليها. رقم 7 لازم يكون فيه علبة في مكان معين كل الافراد البيت عارفينها، لو انت وزوجك بس ماشي، لو في اولاد ماشي، كل الافراد الاسره عارفين العلبه دي موجوده فين. ليه بقى؟ هنحط فيها اي فكه معانا، دي هتعود ولادك على التوفير. طب في اخر الشهر هنعمل ايه بالفلوس دي؟ هنشتري حاجه حلوه ونفرح كلنا بيها، هنشتري نحوش ونجيب اي جهاز او اي حاجه احنا محتاجينها، نحقق هدف معين، نطلع منها صدقه، كده هيتعلموا التوفير وهيتعلموا الصدقة وهيتعلموا حاجات كتير. تمام. رقم 8 لو عندك هدوم بيضة اصفرت منك، خصوصا الغيارات الداخلية ساعات مع العرق أعزكم الله بتصفر كده وتبقى لونها مش منور قوي كده، اوعي تحطي كلور، بيهري الهدوم وبيهري ايديكي، وكمان بعد فترة بتصفر الهدوم. طب الحل ايه؟ نص كوباية عصير ليمون زائد ليمونة مقطعة زائد نص كوباية ماء أكسجين تركيز 10%، ده بيتجاب من عند بتاع المنظفات، نص كوباية عصير ليمون، ليمونة متقطعة، نص كوباية ماء أكسجين تركيز 10% من بتاع المنظفات. الخلطة دي انقعي فيها بقى الهدوم البيضة اللي هي اصفرت عندك او لونها مش عاجبك. تمام. ده هيخليها بعد كده اشطفيها وحطيها في الغسالة، اغسليها الغسيل العادي، هتلاقيها منورة معاكي وجميلة جدا. تمام. طيب النصيحة رقم 9 لو جوزك عطاكي بقى مصروف البيت وقالك اصرفي انتي وتصرفي انتي في المصروف وانا هفضي دماغي من الموضوع ده، وماله انتي قدها بإذن الله، قدها، عارفين نعمل ميزانية، اعملي طبعا ميزانية، واوعي تتصرفي بعشوائية وتيجي في نص الشهر او في اول الشهر او في اي وقت وتقولي الفلوس خلصت، انتي مسؤولة تكفي نفسك بالفلوس بتاعته. ازاي؟ شوفي بقى فيديوهات ميزانية، شوفي فيديوهات توفير، اعملي ان شاء الله الفيديو الجاي هعلمكم ازاي الميزانية وازاي التوفير مع الميزانية القليلة. تمام. اوعي تقولي ما كفتش، لان ده يعني سبب في مشاكل كتيرة في البيوت. كفي نفسك بنفسك،
يعني اعملي ميزانية لنفسك كده وكفي بيها كل الشهر، تمام؟ رقم 10، عودي نفسك تعملي قائمة وجبات أسبوعية، كل يومين طبخة، علشان في اليوم التاني تبقي فاضية. انت بقى عروسة جديدة او لسه داخلة هتتجوزي جديد، اعملي حسابك على كده وعودي اللي معاكي على كده. انا هطبخ النهاردة، بكرة مش هطبخ، تمام؟ كمان اليوم بقى اللي ما تطبخيش فيه ده هيفيدك في ايه؟ هتروقي، هتنظفي، هتمارسي هواية، هتغسلي، هتعملي اي حاجة انت بتحبيها، هتخرجي لك خروجة، اي حاجة، هتنزلي السوق تشتري مشتريات الاسبوع وتجهزي المشتريات دي. اوعي تنزلي السوق وتشتري الحاجات وتيجي تعبانة تروحي ركناها لتاني يوم تخسر، او يكون عندك حاجات تانية عايزة تعمليها كده، انت مش مرتبة حياتك ومش مخططة لها صح. اليوم اللي تنزلي فيه السوق لازم ما يكونش عندك غسيل، يكون عندك بايت اكل من قبلها بيوم، تكوني مرتبة نفسك ان انت هتنزلي السوق وهترتبي الحاجات اللي هتجيبيها من السوق. لو هتجيبي بقى بقوليات تحطيها في العلب بتاعتها، لو هتجيبي لحوم هتكيسيها وتفرزيها، لو هتجيبي خضار هتنضفيه وتخليه جاهز، وهكذا. لكن اوعي تنزلي السوق، انا اعرف ناس بتعمل كده، تكسل والحاجة تبوظ وممكن تترمى نصها او تترمى كلها، وترجع تقول الفلوس مش مكفية. بصرف النظر عن الفلوس، ده حرام، ده كده اسراف، وربنا نهانا عن الاسراف. لازم نحافظ على مال الزوج ومالنا، علشان ربنا اللي بيحفظ النعمة، النعمة بتصون، تمام؟ طيب، عودي نفسك على روتين اسبوعي للتنظيف. مثلا هنضف في الاسبوع ده، انا عايزة كده في الاسبوع ده انضف اوضتين او ريسبشن او مطبخ في الاسبوع ده. اوعي تقلبي البيت كله في يوم واحد وتستقوي على نفسك زي ما بقول، حتى لو تقدري ما تعمليش كده، تمام؟ اولا جوزك هيجي هيلاقيكي ملخومة وتعبانة ومش فاضية، ممكن يجي يلاقي البيت مكركب، ممكن حتى لو هو نظيف هيتضايق. حاجات كتيرة بلاش منها، بلاش تعملي كده، من الاخر عن تجربة وعن ثقة، بلاش تعملي كده، تمام؟ طيب، هننظف مثلا المطبخ، هنقسم المطبخ ده على 7 ايام، او هنقسمه على 6 ايام عشان يبقى عندنا يوم احتياطي، حصل فيه اي ظرف يبقى عندنا يوم احتياطي. هننظف اوضتين، هنقسمهم برضو على 6 ايام، ونخلي برضو يوم احتياطي. اقسمهم بقى كل يوم جزء صغير مع قائمة المهام اللي انا عاملاها من قبلها بيوم بالليل. عاملة من بالليل كده بعد الاذكار بتاعت المساء، اعمل قائمة مهام، انا بكرة هعمل كذا وكذا 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 بالوقت، تمام؟ طيب، رقم 12، اعملي روتين اسبوعي للعناية بالبشرة والشعر والقدم والحاجات دي. لازم برضو تروقي نفسك كده، انت عروسة، حتى لو عندك اولاد، حتى لو عندك اولاد كبار، انت دايما عروسة، دايما اهتمي بنفسك عشان نفسك مش عشان حد. حتى لو جوزك مش مهتم، اهتمي بنفسك واعملي اللي عليكي عشان نفسك، عشان تحسي ان انت انسانة مقدرة، يعني مش كم مهمل، مش انا بتفانى في خدمة الزوج والاولاد والبيت وناسية نفسي خالص، محدش هيشيلها لك دي، ولا حتى يشيلها لك، مش مهم. انا بقدر نفسي زي ما بقدر الناس التانية، تمام؟ فاعملي لنفسك روتين اسبوعي للعناية بالبشرة والشعر والجسم والقدم وكل حاجة، هتحسي ان انت مرتاحة اكتر ومبسوطة اكتر، مهتمة بنفسي، تمام؟ رقم 13، كل يوم الصبح، الحقيقة النقطة دي كان لازم تيجي اول نقطة، كل يوم الصبح لازم روتين يومي للعبادة. عودي نفسك على كده من اول يوم تتجوزي فيه، الحقيقة دي هتسبب لك بركة في بيتك كله، في اولادك، في بيتك، في رزقك، في زوجك، في كل حاجة، تمام؟ ورد قرآن،
ورد أذكار، ورد استغفار، ورد صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ربع ساعة أو تلت ساعة مش هتأثر أبدا معاكي، لكن هتتعودي على كده وهيبقى من روتينك، وهيبقى حاجة كده مقوياكي ومفرحاكي إن أنتي عطي ربنا جزء من الحق، أو يعني عاملة اللي عليكي ولو بقدر صغير. تمام؟ طيب، خلي عندك رقم 14، خلي عندك كيس كبير كل يوم بعد الروتين بتاع العبادة كده، لف في الشقة لفة كده، أي حاجة ملهاش لازمة عايزة تترمي حطيها في الكيس ده، والكيس ده احتفظي بيه ما ترميهوش. زجاجات فارغة، علب فارغة، مناديل ورق، أي حاجة في أي أوضة ملهاش لازمة شيليها في الكيس ده، يعني حطيها في الكيس ده. تمام؟ خلاص لفينا في الشقة، اللفة دي ما تاخدش أكتر من 10 دقايق، بسرعة بسرعة، حتى احسبيها كده وبصي في الساعة هتلاقيها فعلا تاخد كده، لكن لو ما حسبتيهاش وقلتي هاخد 10 دقايق هتبصي تلاقي نفسك تاخدي فيها ساعة. ليه؟ هدخل الأوضة دي هتفرج شوية على ده، وهرتب ده، وهقول حاجة، وممكن أعمل مكالمة، وممكن معرفش إيه، أنا مش حاطة لنفسي وقت، فالوقت بالنسبة لي ممتد، هتبص تلاقي الوقت سحب معاكي من غير ما تستفيدي بيه. عشان كده بقول حطي لنفسك وقت، هتبص تلاقي نفسك كأن جايلك ضيوف بتجري كده في الشقة كلها، خلصتي الموضوع ده في 10 دقايق. ارمي الحاجات اللي في الباسكت اللي هي اللي عايزة تترمى دي، وارجعي بالكيس تاني برضو لفة تاني في الشقة كده، لو في غسيل مش نظيف شوفي الشماعات، شوفي الدواليب، شوفي أماكن الغسيل اللي مش نظيف، وديهم برضو في 10 دقايق في الحمام. تمام؟ طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بعد كده اللفة التالتة هنحط اي حاجة مش في مكانها في مكانها، يعني مثلا الكتب دي محطوطة كده، مجلات مثلا، ريموت، مصحف، اي حاجة مش في مكانها حطيها في مكانها، كل لفة من دول ما تاخدش 10 دقايق. كده انتي في 30 دقيقة خلصتي البيت وبقى متروق. مش مهم التنظيف دلوقتي، انا عايزة اقولك حاجة، نصيحة مهمة جدا. بصي، الزوج مش هيبص قوي ولا يهتم قوي بنظافة البيت، لكن هيهتم بترويق البيت. يعني لو انتي منظفاه ومخلياه بيلمع بس مكركب هيبقى متضايق جدا، والعكس صحيح، لو انت مروقاه ولكن ما نظفتيهوش التنظيف العميق اللي هو، مش هتفرق معاه. فلازم يكون البيت متروق. تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده، قبل ميعاد الزوج لازم اي حاجة في ايدك سيبيها وروحي على اوضتك ظبطي نفسك، غيري هدومك، سرحي شعرك، شوية ميك اب بسيط كده، شوية بيرفيم كده، ظبطي نفسك، يجي يلاقيكي جاهزة، مش جاهزة لأي حاجة لا سمح الله، أو حتى كده مش مشكلة، مش دي المشكلة، المشكلة إنه ما يجيش يلاقي ريحتك، مش ريحتك بصل وثوم، ريحتك مش ظريفة أيا كان السبب، يجي يلاقيكي شعرك مش حلو، المهم يجي يلاقيكي متظبطة. تمام؟ ده برضو مش عشان الزوج وبس، ده أولا أولا قبل أي حاجة عشان إرضاء ربنا، احتسبي كده أجرك عشان عند ربنا، أنا يا ربي بعمل كده علشان أعف زوجي، علشان أرضيك، وفي نفس الوقت هتحسي إن أنتي برضو مبسوطة، يعني هيأثر على نفسيتك وهيخليكي مبسوطة أكتر. تمام؟ طيب برضو بعد ما تعملي كده استقبليه بابتسامة. تمام؟ اياكي بقى ان انت تستقبليه بشكوى من البيت، وشكوى من الولاد، وشكوى من تعب التنظيف، وشكوى من قلة الفلوس، وشكوى معرفش من جارتك، لا خالص، استقبليه بابتسامة، واجلي اي كلام من النوع ده لبعدين بعد ما يتغدى. تمام؟ ابتسامة حلوة كده وهدوء، وحتى لو قالك حاجة مش عجباكي
كبري دماغك، حسي كده ان هو جاي من شغل متعب، حسي ان هو جاي من مواصلات، من حر، من ضغط، من حاجات كتير، فاستحمليه. حاولي كده استحمليه واهدي وما ترديش حتى لو هو قال اي لفظ مش عاجبك، وبرضو احتسبي اجرك عند ربنا. انا يا ربي بعمل كده علشانك، علشان ارضيك. تمام. طيب النصيحة اللي بعد كده، لو في اولاد، معلش سكاي بيخربش وانا متضايقة جدا منه. طيب النصيحة اللي بعد كده، لو في اولاد لازم برضو يرجع يلاقيهم نضاف، مغيرين هدومهم، مستعدين لاستقباله، مستقبلينه بابتسامة، وبرضو علميهم ان مش اي حاجة تتقال اول ما يرجع. خلي بالكم بابا بيبقى راجع تعبان، حران، متضايق من المواصلات، وا وا وا، فياريت نستقبله بابتسامة وبهدوء وما نعملش دوشة. انا فاكرة والدي الله يرحمه كان يدخل البيت نسمع رنة الإبرة، احنا معودانا امنا على كده، مفيش نفس في البيت. طبعا دي حاجات زمان، وياريت ياريت نسترجع ولو جزء منها، دي تقاليد اتربينا عليها. تمام. طيب النصيحة اللي بعد كده يا جماعة، النظافة الشخصية. النظافة الشخصية صدقوني لو مش موجودة بتخرب بيوت. لازم تتعلمي تكوني نظيفة في نفسك، ما تسمحيش لحد أبدا يشم منك ريحة ومش حلوة. تمام. عرقتي، حسيتي كده ان انت عرقتي، على الحمام فورا، صبني كده او خدي دش، حطي مزيل، حطي بيرفم، المهم ما حدش يشم منك ريحة مش حلو. شعرك دايما يكون متسرح، ضوافرك تكون متنظفة ومقصوصة، كعب رجلك يكون مهتمة بيه، هدومك تكون نظيفة، السرير يكون نظيف، كل 3 ايام بالكتير تغيري فرش السرير، هدومه لازم تهتمي بيها تكون نظيفة. اي حاجة في البيت، قصدي اي حاجة في نفسك انت، نظافتك الشخصية ونظافة زوجك الشخصية انت مسؤولة عنها. ما ينفعش ابدا زوجك ينزل بهدوم مش نظيفة، انت المسؤولة. دايما تشمي هدومه، دايما الحاجة اللي مش نظيفة على الغسيل، وهكذا. تمام. رقم 21، عودي نفسك بقى كل حاجة تتحط في مكانها. مش عشان انت جاي من بره تعبانة تحطي الطرحة في حتة وشنطتك في ناحية ومعرفش، الدنيا اتكركبت في ثواني، وغير كده هتكسري بقى تروحي تشيلي كل حاجة مكانها. لا، انا ادخل على اوضتي على طول كل حاجة في مكانها، طرحتي في مكانها متطبقة او محطوطة في الشماعة بتاعتها، فستاني في مكانه، اي حاجة في ايدي في مكانها، شنطتي، الشوز بتاعي، كل حاجة في مكانها. صدقوني الموضوع ده مش هتفرق 5 دقايق، لكن هيريحكم جدا، والتعود على الحاجة بيخليها سهلة جدا. تمام. طيب عودي نفسك برضو في المطبخ، اي حاجة ايدك تاخدها ترجعها مكانها. وانتي بتطبخي استعملتي الملح حطيه مكانه، استعملتي دورة المية حطي مكانه، استعملتي طبق حطي مكانه. دايما خلي جنب البوتاجاز طبق فاضي كده، حطي فيه المعالق اللي بتقلبي بيها الأكل عشان ما توسخش الطاولة أو الترابيزة أو الرخامة بتاعتك. دايما عبال ما حاجة تغلي تكوني نظفتي رخامة، تكوني غسلتي شوية كوبايات، تكوني عملتي أي حاجة. تطلعي من المطبخ بعد ما تطبخي المطبخ متروق تماما، مش بتحطي كل حاجة في أي حتة وترجعي تاني عايزة تروقي، لا، انتي بتعملي وبتروقي في نفس الوقت. تمام. طيب لو في أولاد حسب سنهم، قسمي عليهم المهام واصبري عليهم لغاية ما يتعودوا، ما تستسهليش وتقولي لا أنا أعمل، اوعي تعملي كده، مش هيتعودوا أبدا. اصبري عليهم واستحملي وخليكي وراهم لغاية ما يتعودوا يعملوا معاكي
مهام على قد سنهم. طيب النصيحة رقم 22، لو عندك أكتر من طقم حلل متجوزة بيهم، مثلا طقم جرانيت، طقم سيراميك، طقم ستانلس، طقم معرفش ايه، مش كلهم يطلعوا في المطبخ، لا طلعي طقم واحد بس وشيلي الباقي بعيد خالص، لما يستهلك تبقي تجيبي غيره. أولا هيعمل لك كركبة في المطبخ، ثانيا هتستهلكي كلهم في وقت معين وتبقى بعد كده الحاجة غالية مش هتقدري تجيبي تاني. اعملي زي ما بقولك كده. كمان مش بس في الحلل، في الأطباق لو عندك كذا طقم عشا، لو عندك هدوم، ده بيهدر الحاجة وبيخليها مسافة مثلا سنتين أو ثلاثة خلاص كل حاجتك خلصت ومحتاجة حاجات تانية. لا أنا أكون ذكية واستعمل حاجتي بنظام. هدومك طلعي على قد السبع أيام كل يوم غيار، والباقي شيليه خالص بعيد عنك خالص. يجي عيد طلعي حاجة جديدة، يجي حاجة تدوب عندك أو تستهلك طلعي حاجة غيرها، وهكذا. نفس الموضوع بالنسبة لأطقم السرير، بالنسبة للفوط، بالنسبة للمفروشات، أي حاجة. في ناس بتتجوز ببطاطين كتير خصوصا في الأرياف، ما تطلعيش كله مرة واحدة خالص، طلعي على قد استعمالك والباقي يتشال تماما، ما يعملش كركبة، وكمان ما يستهلكش بسرعة. طبعا عارفين الحاجة غالية. تمام، ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة، يا رب تستفيدوا منه ويا رب يعجبكم، ويا رب يهنيكم كلكم ويهني بناتكم ويسعدهم ويتجوزوا على خير ويبقوا أشطر زوجات إن شاء الله بإذن الله. وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. بحبكم جدا وبحب تعليقاتكم قوي قوي قوي. ألف سلامة.